ومن أسوان نتحول إلى محافظة سوهاج، حيث شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بلجان الفتوى، وذلك بحضور الشيخ الضبع محمد مدير عام منطقة وعضو فتوى سوهاج، والدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، والذي تنظمه الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى لمحافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج. تفاصيل عوفة مع زميلين محمود القاضي وخالد المشنب. بالتعاون بين الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، تشهد منطقة سوهاج الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بلجان الفتوى بالأزهر الشريف. تعقد فعاليات البرنامج التدريبي بنزلة شباب الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج. يناقش البرنامج فتاوى الأحوال الشخصية طبقا للشريعة الإسلامية في ظل الحاجة الماسة لثقل الجانب الفقهي والثقافي لأعضاء لجان الفتوى والقائمين عليها. من جانبه أكد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن المنطقة تستضيف رجال الوعظ من محافظات جنوب ووسط الصعيد داخل نزل شباب المنطقة ضيافة كاملة طوال فترة الدورة، وأوصى حمادي إدارة التدريب بالمنطقة على ضرورة تجهيز محاضرات الدورة وإرسالها للمتدربين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول. برنامج التدريب المنعقد اليوم بالتعاون بين الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والمعاظ وباحث الفتوى وبين منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، احنا عملنا على ده المرة الثانية اللي احنا بنلتقي فيها مع السادة الوعاظ. البرنامج عبارة عن 15 يوم من 14/7 لغاية 27/7. احنا استقبلنا السادة الوعاظ بالأمس، والتوزيع بالمحاضرات تم على قاعتين، وبنستقبل السادة أساتذة الجامعة على أساس خاطر نأصل للأئمة والوعاظ الأحوال الشخصية أو قضايا الأحوال الشخصية اللي بدأت تنتشر في المجتمع حاليا بمشكلات متعددة، فبنأهل الوعاظ لكيفية حل مثل هذه المشكلات. بدأت النهاردة في 14 من يونيو بداية الدورة لمدة 15 يوما للسادة الوعاظ من محافظات أسيوط والمنيا والوادي الجديد وطبعا سوهاج. عنوان الدورة في الأحوال الشخصية ومهارة الفتوى، والهدف منها رفع مستوى السادة الوعاظ وما يحتاجه المجتمع من أسئلة ومن فتاوى، ومن بننتدب السادة المحاضرين من كليات جامعة الأزهر خاصة كلية الشريعة أقسام الفقه، وبتبقى إعاشة وإقامة كاملة للسادة المتدربين، ونسأل الله التوفيق للجميع. الأزهر الشريف كما نص عليه دستوريا هو بيحمي الدين واللغة، فحمايته للدين حتى تجد الرجل العامي يقول أعيش مع امرأتي بالحرام أو أعيش مع زوجتي بالحرام، تلفظ بلفظ الطلاق، استخدم ألفاظ في حالة عصبية في حالة نفسية، مين هيفيده أو مين هيديله الدليل الصحيح؟ هو المفتي، خاصة أن المفتي باستمرار في دورات وفي تنمية وفي ثقافة مثل هذه الدورات خاصة بالأحوال الشخصية. فما يحتاجه المجتمع بيكون دور الأزهر دور أصيل فيه. عندنا منطقة الوعظ والإرشاد يرأسها فضيلة مدير عام الدعوة فضيلة الشيخ ضبع بارك الله فيه، هو السادة الوعاظ معاه. هذه الدورة دورة علمية محضة تتناول فتاوى الأحوال الشخصية، ما يتعلق بالزواج والطلاق وما يتعلق بمشاكل الميراث وآثارها وما ترتب عليها من أمور، هذه كلها تخص المجتمع. ودائما وأبدا غالبية المشاكل التي تدور في المجتمع إنما تحدث في هذه الأمور خصوصا الأحوال الشخصية. الهدف الأساسي من هذه الدورة إثقال الوعاظ بالمعلومات وتثبيت هذه المعلومة عن طريق أساتذة كبار من أساتذة الفقه بكلية الشريعة والقانون وعلماء الأزهر الأجلاء الذين لهم الباع الكبير في إثقال دور الواعظ كعضو فتوى، دور الواعظ كداعية، دور الواعظ
في التلاحم مع جماهير الشعب والدخول إلى المستويات المتغيرة علما ومستوى ثقافي معين، فالواعظ بيثقل بتلك المعلومات حتى يستطيع مواجهة الحاجة اليومية. كنا معكم هذه المتابعة للدورة التدريبية للأئمة والوعاظ بمنطقة سوهاج الأزهرية، سعدنا بكم، كان معكم خالد المشنب، ولكم مني كل التحية محمود القاضي، قناة طيبة.